وهنعمل اللي هو شايفين اللي انا شايفه كده يا شباب؟ الو، هي لسه بتحمل. بس كده بتحمل كده كده حملت. انا شايف. تمام، انا بصوا شايفين. احنا بنعيد امبارح تاني، يعني معلش انا من حبي في الحاجات دي بعيد امبارح تاني. تمام كده يا شباب، بعيد امبارح ليه؟ النهارده احنا هنشرح ازاي تعمل تقرير احترافي باستخدام الرسوم البيانيه. تمام كده يا شباب، يعني انت دلوقتي وليكن احنا، مش احنا قلنا امبارح احنا بنتكلم على البيفت تيبل، صح كده ولا لا؟ صح كده ولا لا؟ تمام. انتوا معايا يا شباب ولا لا؟ انتوا معايا صحيين؟ صحيين والله معايا. والله بصوا معلش انا متاسف والله، بس يعني ايه، انا بس يعني بفوقكم كده بس معايا، عشان الموضوع ده هيكون فيه شويه تفاصيل كده شويه، فيعني انا مقدر والله ان احنا بنبتدي بدري، بس والله عشان ايه اللي عنده حاجه ولا حاجه ما ضيعلوش اليوم، فاهمين قصدي ايه؟ فاحنا هنبتدي اهو دلوقتي. احنا امبارح كنا عاملين ايه؟ كنا هنا مثلا جينا قلنا نعمل بيفت تيبل اللي احنا عايزين نعرف كم محاسب مع كم اداري مع كم مبرمج. فكنا بنعمل ايه؟ نيجي نقف في الجدول هنا كده ونعمل انسرت بيفت تيبل، وكنا يقول لك اكزيست ورك شيت، اقول له اه انا عايزها في هنا كده، يقول لك فين؟ اقول له هنا كده، اعملها لي هنا كده. اوكي تعالى نوسع الكلام ده كده شويه، يعني نوسع كده البتاع دي كده شويه، تعالى لا نمسح لك كده. انت طب انت عايز ايه؟ اقول له انا عايز المسمى الوظيفي، وعايز اسم الموظف، وعايز الراتب بتاعه. فاكرين الحاجات دي؟ دي اللي احنا عملناها امبارح، ان احنا كنا عايزين نعرف كام اداري برواتبهم قد ايه وهكذا. تمام كده يا شباب، النهارده بقى انا جاي بتكلم بقى في حته بقى ايه، ان احنا عايزين نعملهم بتقرير يعني مظبوط شويه او اكتر من كده، اللي هو ايه، يعني المدير لما يجي يشوفه يبقى بشكل منمق احسن واحسن. بص يا شباب، احنا دلوقتي وصلنا لمرحله يعني اللي احنا عملنا المنظر ده كده. تمام كده، فهنيجي في حاجه هنا يا شباب اسمها، لما تيجي كلمه قائمه انسرت، انسرت كانك بتدوس على بيفت تيبل، هتلاقي في حاجه بقى اسمها تشارت. لو حد فتح الاكسل معايا هتلاقي في حاجه اسمها تشارت. التشارت دي هتلاقي في حاجه اسمها ريكومندد تشارت، لو انت في اصدار من اول متهيألي 2016 او انت طالع، او 2013 وانت طالع، اقل من كده مش هتلاقي حاجه اسمها ريكومندد تشارت، تلاقي حاجه اسمها بيفوت تشارت. تمام، ريكومندد تشارت دي او يا سيدي خليها بيفوت تشارت كده. بصوا لو تلاحظوا جاب لي المنظر ده، ممكن نعملها كباي تشارت بالمنظر ده. فانا شايف ان بالمنظر ده انا عايز اعرف مين اكتر قسم واخد مرتبات اكتر واخد استحواذ اكتر، انا شايف ان دي احسن حاجه. دي عامله زي التورته كده لو تلاحظوا، لما اجي ادوس عليها كده بصوا اسمها باي تشارت. يعني ايه باي تشارت يا شباب؟ يعني الفطيره اسمها كده باي تشارت. لو تلاحظوا ان دي متاخده، ان انت شايف اللون الازرق ده كل ده الاداريين. هوريك دلوقتي تظبطها ازاي. انتوا معايا صح؟ يعني انتوا كويسين؟ تمام، يعني انتوا معايا صح؟ تمام. تمام، الشكل بتاع الباي تشارت ده بيجي لي بالمنظر ده كده، فانا عايز اظبطه. الكلام لو تلاحظوا الكلام صغير، واخدين بالكم الكلام صغير قوي. فاجي ادوس على ده كده واجي عند هوم وادوس على كلمه دي واكبر الكلام شويه. تمام كده 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 انا كبرت الكلام اللي موجود في البتاع. تمام، في بقى حاجه اسمها ديزاين هنا، ديزاين. الديزاين ده اللي بيوريك بقى اشكال للدايره دي او الباي تشارت، اسمها باي تشارت، باي تشارت زي ابل باي كده. مثلا تختار الشكل ده، تختار الشكل ده، وهكذا على حسب الاشكال اللي انت عايز تظبطها. انا مثلا اخترت الشكل اللي انا فيه دلوقتي ده، ممكن اتشنج الكالر، اللي انا ممكن اعمل مثلا اختار الوانات عكس بعض وهكذا. انا مش فارق معايا قوي الالوان دلوقتي، على قد ما فارق معايا ان انا اظهر الداتا. في بقى الحتتين دولت اكتر حتتين هتستخدمهم، اسمها تشارت لاي اوت. في ديزاين تشارت لاي اوت، لما تيجي تدوس هنا كده هتلاقي في حاجه اسمها داتا ليبل. داتا ليبل، بصوا لو تلاحظوا الباي دي قرعة ما فيهاش اي حاجه، فاضيه، خدتوا بالكم؟ يعني ما تعرفش ايه بتاع ايه ولا اي حاجه. يعني لو انا جيت شلت دي كده، الحته دي كده شلتها، انت ما تعرفش دي بتعمل ايه، ما تعرفش ايه ده عن ده ايه. فنيجي بقى هنا، دي بقى فايده الداتا ليبل. الداتا ليبل اهي، ونيجي نحط مثلا الداتا ليبل دي مثلا وليكن
نخليها في انسايد في سنتر او بيست فيت. لا خليها في السنتر. اي في السنتر. لا بيست فيت احسن. لا في السنتر. المهم ايه، فنيجي بقى دي كده جابت لي ال كام عدد الناس اللي موجوده. يعني لما تيجي تقف عليها كده يقول لك ده عدد الناس اللي موجوده. تمام كده يا شباب؟ طب انا عايز اكبر الكلام ده شويه او الداتا ليبل دي، اقف على اي واحده منهم اهي واجي اقف عندهم واكبر الكلام ده كده. خدتوا بالكم اهي؟ ونخليه مثلا باللون الابيض عشان تبقى واضحه اكتر وهكذا. طب انا دلوقتي عايز اعرف برضو ده كده تسعه، تسعه ده اللي هو ايه؟ محاسبين ولا تسعه مبرمجين ولا تسعه ايه بالظبط؟ فهنيجي نقف على دي كده وهنيجي ندوس كليك يمين حاجه اسمها فورمات داتا سيريز. بمجرد ما ادوس على فورمات داتا سيريز ظهرت لي الشكل ده كده. اقف على دي كده واقف عند حاجه اسمها ليبل اوبشن ده تسعه. لما اجي احط الكاتيجوري نيم بقى تسع اداري، خدت بالكم؟ يعني تسع موظفين اداريين. طب انا عايز بقى اخليها بدل الكومه دي اخليها تبقى فاصله، اعملها في نيو لاين. بصوا كده، كده المنظر الى حد ما كده اتظبط شويه. ونخلي دي كده الداتا ليبل دي نخليها في نخليها اوتسايد انسايد، مش خليها انسايد دي كده، ونصغر الكلام ده كده شويه. اوتسايد اللي كانت اوتسايد، ثواني اهي ديزاين اوتسايد اند نخليها كده مثلا. يعني ممكن نخليها اوتسايد ونخلي الكلام بقى عشان هو مش هيتشاف عشان هو باللون الابيض، فنخلي مثلا الكلام باللون الاسود. يعني معلش انت خليت ان هنا يظهر محاسب وهنا اداري ازاي؟ معلش ما خدتش بالي. خدت بقى، ما انا ده اللي بقول لك عليه. بصوا يا جماعه اسمعوني، اللي انا بحكي فيه دلوقتي ده خطواته كتيره، فانا عايز بس عايزكم تبقى انتم مصحصحين معايا علشان في تفاصيل ممكن تجري منكم، فانا هعيدها من الاول تاني. تعالى نمسح دولك كده تمام، الدايره هي زي ما احنا بنقول، ونمسح دي كمان. دي نيجي نكتبها مثلا التايتل ده اللي هو التايتل اللي هو ايه؟ عدد الموظفين في كل قسم، صح كده؟ ونكبر دي كده لحظه. تمام كده؟ الو انتوا معايا؟ تمام تمام تمام. الموف فيلد انا عايز كل حاجه تبقى موجوده في البتاع دي فاضيه كده، تبقى قرعه خالص كده. هايد فاليو بس كده، المنظر ده كده بس كده. بصوا يا شباب امسح دي كده، دي كده الباي اللي هي الفاضيه دي، فانا عايز دلوقتي املاها. تمام كده يا شباب؟ كده وصلت الموضوع كده؟ يعني انا دلوقتي عايز تظهر شويه بيانات للداتا دي، صح ولا غلط؟ صح مظبوط. انا عايز دلوقتي مزبوط. تظهر شويه بيانات عشان اعرف ده ايه، ده بيتكلم عن ايه، ولا ايه حوار وده ولا ايه. بص اول حاجه خالص، بمجرد ما تيجي تدوس على الباي دي كده هيظهر لك في حاجه اسمها ديزاين اهي، ديزاين. في حاجه اسمها هنا اللي هي اسمها اد تشارت اليمنت، يعني تضيف عناصر للتشارت دي، يعني تحط لها عناصر او تحط لها ايقونات اللي هي تظهر الحاجات دي. ففي حاجه اسمها تشارت تايتل، يعني ايه تايتل؟ يعني عنوان، يعني ضيف عنوان. فالعنوان اهو موجود اهو، خدت بالكم؟ تمام. مثلا هنا داتا ليبل، ليبل دي يعني علامات. بمجرد ما اقف على داتا ليبل دي بص ايه اللي هيحصل، بيقول لي انت عايز تحط الداتا دي فين. بصوا لو تلاحظوا نان، نان دي اللي هي مش موجود لها حاجه. طب لو وقفت هنا على السنتر بصوا ظهرت ظهرت ارقام اهي، خدت بالكم؟ مظبوط. انسايد ان بيست فيت معرفش ايه كده، خليها بيست فيت دي اللي فيه. تمام. الليجند، الليجند دي يا جماعه اللي هي الكلام اللي بيبقى محطوط جنب جنب التشارت. بصوا لما اعملها رايت دي كده ظهرت الكلام ده، بس انا مش عايزها هنا، انا عايز الكلام ده يبقى ظاهر في الدايره. فاهمين قصدي؟ تمام فاهمين. يعني انا عايز ارجع دي كده واخلي الدايره دي كده يبقى الكلام كله فيها. فنيجي نعمل ايه؟ شايفين التسعه والواحد والاربعه والكلام ده، اقف على اي واحده فيهم ودوس كليك يمين. في حاجه اسمها تشارت داتا سيريس، فورمات داتا سيريس قصدي. تمام. واقف على دي تاني هيظهر لي هنا حاجه اسمها ليبل اوبشن اهي. هو بيقول لي ايه؟ انا ضايف لك الفاليو، لو جيت شلت دي كده ما بقاش في حاجه. تمام. انا هقول له انا عايز الفاليو. الفاليو يعني ايه؟ ان انا عايز عدد الموظفين. وكمان ممكن اقول له على فكره البرسنتج بتاعتها، يعني كل يعني ايه البرسنتج يا جماعه؟
يعني الاداريين نسبة دولت الميه. واخدين كام في المية من مساحة الشركة كلها؟ فاكرين اللقطة بتاعت اللبن بتاعت امبارح؟ حد فاكر موضوع اللبن لما انا كنت بشرح اللي عنده محل البان واللبن بياخد كام في المية من توتال المحل؟ فاكرين. فاكرين دي؟ فدي بقى يعني مثلا عدد الموظفين كام كلهم؟ بصوا عدد الموظفين كله 19، تمام؟ ال 19 دي تسعة في تسعة إداري، تسعة بس في الإداريين. يعني لما تيجي تحسب كده تسعة على ال 19 هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 47%، اللي هم دولت 47%، خدتوا بالكم؟ يبقى عدد الإداريين مستحوذين على يعتبر 50% من يعني نص الشركة كلها إداريين، فاهمين قصدي إيه ولا لأ؟ يعني مظبوط. مثلا لما نيجي مثلا نقول ان مصر مثلا ايه في الاعمار بتاعه السن بتاعتها ايه اللي مستحوذ عليها، يقول لك شباب. الشباب فيها مثلا حوالي 60%، صح ولا غلط؟ طب عملوا ازاي العلاقه بتاعه 60% دي؟ جابوا مجموع الشباب ومجموع الشركه مصر كلها، وقسموا مجموع الشباب على المجموع الكلي، قال لك ان الشباب مثلا فيها 60% شباب في مصر، فاهمين قصدي ايه؟ نكمل؟ نكمل. ماشي. لما تيجي تقف هنا كده هيظهر بقى الليبل اوبشن دي. ففي الليبل اوبشن انا اخترت الفاليو والبرسنتج، فبقول له ايه كمان؟ انا عايز بقى اسم بقى، يعني عايز اعرف بقى اللي هو اسم الـ القسم مين بقى، يعني القسم ايه؟ في حاجه اسمها كاتيجوري نيم، اهي كاتيجوري نيم اهو اداري، هي ظهرت اهي. فبقول له بقى ايه؟ بص بص المنظر شكله مش حلو، هو بعد كل اداري كوما، وبعد الرقم كوما. فانا بقول له شايف الكوما دي؟ انا عايزها نيو لاين. يعني ايه نيو لاين؟ يعني سطر تاني، فاهمين قصدي؟ يعني اعملها لي في سطر تاني اهو، هتلاقيهم كلهم اتنزلوا تحت بعضه. يعني اداري في صف بص، الكاتيجري نيم دي جت منين جت حضرتك؟ منين؟ عم تظبط كاتيجري نيم جت منين؟ ما هي ده اسم المسمى، ما هو ده المسمى. تمام، يعني يعني لما اجي اشيل كاتيجري نيم اهي، هو انا عايز اعرف اسم المسمى ده ايه، فبقول له كاتيجري نيم هاتهولي عشان يجيب لي المسمى ده، محاسب ولا مهندس ولا ايه، فاهمين قصدي؟ منين يعني حضرتك جبتها منين؟ يعني ايه منين؟ بنقف على الرقم وبنختار اه. طب من بص بص، انت لسه ما وصلتش دي. بصي اهو انا بقف على دي كده وادوس على كليك يمين اهي، وفي حاجه اسمها فورمات داتا سيريس، خدت بالك كده اهو؟ اهو تمام. لحظه بس كده، مش ظاهر لك حاجه هنا، بمجرد ما تدوس اه على الرقم كده هيظهر لك في علامه شرطة اهي، ليبل داتا اهي، في حاجه اسمها كاتيجوري نيم. تمام وصلت كده؟ تمام كده يا شباب؟ بس تمام. وفي بقى ممكن بقى تظبطها البوزيشن بتاع الليبل ده، اللي هو الحاجات دي تحط البوزيشن فين، في ايه، في انسايد اوت، في اوتسايد اند، في بيست فيت، في سنتر، في ممكن اخليها في الانسايد اوت دي، شكلها كده مظبوط الى حد ما، كده شكلها مظبوط، فاهمين قصدي؟ و تمام. والنمبر طبعا لو في حاجات فيها نمبر ولا حاجه، بس احنا هنا ارقام ما فيهاش نمبر، ونخلي الكلام مثلا ده بولد، او عملته بولد يعني تخين شويه، ونخليه اللي هو باللون الابيض كده، كويس كده يا شباب، او نخليها مثلا باللون الاسود كده، واضحه كده يا شباب ولا ايه؟ اسود افضل. الاسود افضل. تمام كده كده وضحت كده يا شباب. فكده انت باسهل طريقه خالص تعرف ان الاداريين، بصوا لو تلاحظوا واخدين نص التورته كلها، يعني الشركه كلها اداريين، يعتبر نص الشركة إداريين. فهمت قصدي إيه؟ يعني أنا قصدي إيه؟ لما تيجي تبص للمنظر ده كأنه صورة، وتبص على المنظر ده كده، ده اللي إحنا عملناه إمبارح، خدتوا بالكم؟ ده اللي إحنا عملناه إمبارح. فبالمنظر ده عادي، يعني ده شكل عادي وتسع إداريين ومعرفش إيه، لكن لما تيجي تبص عليه بالمنظر ده، ده يعتبر نص الشركة إداريين، وفي أربعة محاسبين، فهمت قصدي إيه؟ فهمت قصدي يا شباب في الحتة دي ولا لأ؟ أنتوا كويسين صح؟ كويسين الحمد لله. الحمد لله. بصوا ولما تيجي تعمل سورت، لما بتيجي تعمل بصوا هنا تسعة وأربعة وما أعرفش إيه، ثواني. لما تيجي هنا تعمل سورت هتلاقيها بتسمع، بس يعني صورته اهو بالاعلى الاكبر او من اكبر لاعلى، هتلاقيها بتسمع في التشارت. تمام كده يا شباب؟ تمام. طب ايه رايكم نخش في حاجه اعلى شويه؟ ها ايه رايكم؟
يلا يلا بينا. انا عايز حد كده معايا كده، عايز في نار كده. بص تعال نبص على المبيعات دي. المبيعات دي كانت خفيفه امبارح، تمام؟ طبعا احنا عندنا، انا مش محتاج اقول لكم التقرير ده، انا احنا امبارح حليناه 5000 مره، تمام؟ ده تقرير المبيعات، المخزن ايه واسم المنتج ايه ورقم البياع والفاتوره وعدد القطع وحوارات كتير. ها ممكن حد يساعد نلخصها ازاي؟ اول حاجه قبل اي حاجه نلخصها ازاي؟ ها صباح الخير. نقف على اي نقف على اي حاجه في الجدول اهو، وندوس كلمه انسيرت، وندوس كلمه بيفت تيبل، بالتيبل. ونعملها بقى المره دي بقى، نعملها بقى في نيو ورك شيت بقى عشان الموضوع هيبقى كبير. نيو ورك شيت اهو، ايه بقى قولي لي يا ستي هنعمل ايه تاني؟ يعني مثلا تحبي نلخص ايه من الجدول الكبير ده؟ يعني مثلا عدد، مثلا رقم البياعين بالبيع بعدد القطع، مخزن بعدد قطع، اسم منتج بعدد قطع، تحبي ايه؟ ممكن نعمل اسم المنتج، معلش شويه اسماء صوتك بعيد قوي. ممكن نعمل اسم المنتج كده تمام؟ لا صوتك بعيد. ممكن نعمل اسم المنتج مع سعر البيع وعدد القطع بتاعته. لا اسم المنتج بعدد القطع، ماشي. يعني ممكن نيجي هنا كده، احنا عملنا البيفت تيبل اهو، يبقى اسم المنتج بعدد القطع اهو، تمام اهو. ونروح عاملين ايه، نروح مثلا عاملينه مثلا من سورت، من كليك يمين سورت من اعلى لاكبر اهو، فبقى جاب لي المنتج رقم 4. حد عنده افكار تانية ممكن نعملها هنا في المبيعات دي؟ نلخص حاجة تاني؟ احنا قلنا قبل كده ان احنا ممكن نعمل اسم المنتج والمخزن. وعدد القطع، يعني المخزن بالمنتج بعدد القطع، ماشي اهو. انسرت بيفت تيبل، ونخليها بقى هنا كده، نخليها في الجدول ده الصغير ده اهو اهو. يبقى اسم المنتج اهو والمخزن. لو تفتكر يا روبي انا حكيت لك الموضوع ده امبارح، فاكره تمام. الموضوع لما انا قلت لك الاسم المنتج لو احنا بدلنا دولت هتلاقي الاسم المنتج اه طول لما كده؟ كنا بنحط في الرو والكولم. بالظبط بالظبط صح كده، تمام اهو. ونخلي دي برضو من اعلى لاكبر عشان تبقى الدنيا مظبوطه، تمام. في حد طب بصوا خلينا في الحتتين دولت نشرحهم. بصوا يا شباب دلوقتي انا عايز اعمل بقى بيفت تيبل للحاجات دي، يبقى اعمل هنا، قصدي اعمل قصدي تشارت، تشارت يبقى اعمل هنا كلمه انسرت، في كلمه انسرت اهي، وفي حاجه اسمها بيفت تشارت، بيفت تشارت اهي. بصوا في الحاجات الكتيره اللي زي دي كده بنختار البار تشارت او او الكولوم تشارت، دي حاجه اسمها كولوم تشارت اهي، دي اسمها بار تشارت، وفي حاجه اسمها كولوم تشارت. فين كولوم؟ كولوم تشارت اهي، تمام. فانا الحاجات اللي زي دي ممكن اختار مثلا فيها الكولوم تشارت، تمام اهي، ونخليها كده بالمنظر ده كده قدامها اهي عشان تبقى انتوا شايفين احنا بنعمل ايه، تمام كده يا شباب. بس لو تلاحظوا سامعين، تمام. بصوا كده شايفين كلمة عملنا توتال دي؟ انسر، نعم احنا عملنا انسر من فوق صح من أسماء، أنا حاسس الهوم. إن صوتك مكتوم، أنت بتتكلمي مثلا من سماعة من حاجة. كان بس بالصوت. طب اتفضلي قولي. انا دلوقتي بعمل انسر من فوق وبختار بيفوت الصف. أيوه انسرت أهو وبيفوت تشارت، بس لازم تبقي واقفة على البيفوت عشان تظهر، يعني لازم تدوسي هنا عشان تظهر هنا، لكن لو دايسه في اي حته تانيه مش هتظهر. هي فين مكتوبة في الشرطة؟ نعم؟ فين مكتوبة فين؟ ايه اللي محطوطه فين دي؟ بيبقى الشرطة مكتوبة فين؟ في الانسيرت اهي، في الانسيرت اهي. انسيرت هتلاقي في حاجه المصر. اسمها بيفوت تشارت اهي، يعني الشويه دولت كده. ماشي؟ بصوا يا شباب لو تلاحظوا هنا هتلاقي، بص التوتال دي، التوتال دي ملهاش لازمه، انا مش عايز فيها حاجه، خدتوا بالكم من الحته دي؟ يعني دي مضيقه لي المساحه وخلاص، خدتوا بالكم من اللقطه دي يا جماعه؟ يعني دي مضيقه واخده من المساحه، فدو اقف عليها ودوس ديليت عشان توسع كده الدنيا، صح؟ الو تمام. تمام كده. وده التوتال، ده التايتل، يبقى ايه مثلا عدد القطع، يبقى ايه لكل منتج. عدد القطع صح، ايوه انا كنت محتاج صح. خليك معايا بقى بالله عليك، افتح كده عشان احتاج كتير.
عدد القطع اهو، لو اللينك فصل خش عليه تاني، عدد القطع لكل منتج ونوسع دي كده نكبرها كده شويه. تمام. طب دولت برضو بحس ان هي ملهاش لازمه صح، اللي هي من زيرو محدش بيبص على الارقام دي، يبقى نقف على دي كده ونروح دايسين كلمه ديليت، فكده وسعت برضو ايه شكل التشارت عندنا. ونيجي عند عدد القطع دي كده ندوس عليها كليك يمين وهايد هايد هايد، بس انا بقى هايدها، وهنا برضو كليك يمين واعمل هايد برضو. فكده بصوا كده بقى لو تلاحظوا واضح. كده بقت اوضح، يعني كده بقت الـ الرسم البياني واخد كل التشارت، فاهمين قصدي ايه؟ تمام. تمام. وممكن نوسعها كده كمان اهي كده اهي عشان تبقى الدنيا بقت احسن اهي، بس كده. بس ناقص بس حاجه، ها مين اللي يقول ناقص ايه؟ العدد صح، ان بتاع عرب مفيش اي حاجه، انا مش فاهم اي حاجه، فاهمين قصدي؟ يعني ده بتاع ايه وده ايه وده ايه رقم ايه؟ يبقى هنيجي هنا ندوس على التشارت اهي، ندوس على كلمه ديزاين، هتلاقي في حاجه اسمها اد تشارت ايليمنت، اللي انا قلت لك ضيف عنصر للرسم البياني ده. وهنيجي لحاجه اسمها داتا ليبل، داتا ليبل اهي، ونخليها في السنتر ولا في الانسايد اند ولا في الانسايد بيز ولا اوتسايد، خليها اوتسايد صح؟ اوتسايد. اوتسايد دي احسن حاجه. فكده بين لي ان القطع عامله ازاي، صح كده بقت اوضح اهي صح؟ ان منتج 7 في 122 ومنتج 14 في 165. بالظبط بالظبط، ايوه بالظبط كده. يعني قصدي ممكن بقى نعمل بقى شويه تشكيلات بقى، يعني ممكن نقف على دي كده، فدي علمت لي على كله، يعني بمجرد ما تدوس على واحده بتعلم على كله. وهوم، ونعمل مثلا دي مثلا باللون الاصفر، مثلا اللون الاصفر اهو، ونخليها مثلا باللون الاسود، تبقى كده يعني الى حد ما. كل شويه انت بتقعد تزود بقى، فاهمين قصدي ايه؟ ممكن بقى هنا بتتخن الكلام، يعني ممكن تدوس عليها كليك يمين، تقف على بص يا جماعه، تدوس على الكولوم دي كده كليك يمين، اللي هي فورمات داتا سيريس اهي، فورمات داتا سيريس، بصوا ان احنا نكبر الكلام، نتخن العمدان او نرفعها، فاهمين قصدي ايه؟ يعني العمدان تبقى تخينه ولا رفيعه وهكذا، فاهمين قصدي ايه؟ كده. ممكن كمان تعمل اللي هي تيجي هنا كمان اهي، واللي هي ممكن بقى ايه تعمل اللي هي الالوانات، اللي هي فيل مثلا، ممكن تخليها مثلا هقول لك انا، تخلي الالوان مثلا مختلفه، سوليد مثلا تخليه مثلا باللون البرتقاني ولا حاجه، يعني قصدي في تفاصيل كتيره تقدر تلعب فيها، بس انا ايه بمشي على الستاندرد، فاهم قصدي ايه؟ تمام تمام كده. تعالوا بقى نخش بقى على اللقطه الجديده دي. بصوا لو تلاحظوا بقى دي فيها كذا تفصيله، هنا احنا كنا شغالين على منتجين بس، على قصدي على 2 كولوم، خدتوا بالكم من دي؟ هنا احنا هنشتغل على 1 و2 و3، يعني ده اللي هو قصدي ده اللي هو اسمه ايه العلاقة بين المنتج الكولوم ده والمخزن. والمخزن ده والارقام اللي جواها، فدي تفاصيل هتكون فيها شوية تفاصيل شوية. تمام تعالوا بس كده نشيل بس الاوفرو دي، تمام، ونعمل دي كده بس كده. هنعمل كده ونقف، هنعمل ايه؟ ها ممكن حد يجي يساعدني عشان نعمل رسم بياني؟ انسرت انسرت ماشي. ها بيفوت تشارت ايه؟ بيفوت تشارت ماشي. نختار بقى ايه بقى؟ بص بقى ركز بقى عشان التفاصيل دي هتكون معقده شويه. بص لو تلاحظ، بص خدت بالك انت من اللقطه دي؟ بص الاشكال بقت مختلفه، الدنيا بقت غريبه كده. فممكن بقى نختار مثلا ايه، هقول لك هنختار ايه. بص احنا دلوقتي لو احنا اخترنا الارقام، انت بقى بتقعد تجرب تبص على الاشكال، ايه اللي ممكن ينفع في شغلك وايه اللي ممكن ما ينفعش. هقول لك دلوقتي احنا ممكن مثلا نستفيد بايه. احنا دلوقتي بنقول ايه، ان المنتج مثلا منتج رقم 4 اهو، منتج رقم 4 طالع في المخزن عنده 386 قطعة في المخزن رقم 1. تمام؟ فلو تلاحظ هنا، لو تلاحظ هتلاقي المنتج رقم 4 اهو. تعالى نكبها كده، تعالى كده. بصوا المخازن اهي بالالوانات. فلو تلاحظ المنتج رقم 4 بس المخزن لونه ازرق، خدت بالكم من اللقطة دي؟ يعني المخزن هنا لونه ازرق، فهنا العمود لونه ازرق. الو؟ ايوه تمام. فبيقول لك ايه، ان المنتج ده، طب تعال نعمل كده داتا ليبل كده عشان نشوفها كده عشان يطلع لنا العدد.
انسايد، انا عايز اوتسايد. اه دي هتبقى كتير، دي هتبقى فيها تفاصيل. هستنى نخليها في السنتر مثلا، نخلي الكتابة هنا مثلا، نخليها باللون الأبيض عشان نعمل أهي، ونخليها باللون الأبيض عشان نبقى شايفين. اه دي هتبقى فيها تفاصيل كتير. بص بقى، بص يا شباب، لما بيكون منظر زي ده موجود، احنا بقى بتقعد تختار انت الشارت اللي انت عايزها علشان تطلع قريبة منها. يعني الشارت دي بصراحة مش قد كده، تعال نجرب مثلا شارت تانية، insert pivot chart، ونقعد نجرب مثلا زي، انا بيبقى اغلبية الوقت كله بتبقى الاريا دي، بتبقى اللاين تشارت شوية، بتبقى اللاين تشارت اللي انا بشوف الاول المخزن. طب ده طالع لفوق، المخزن واحد بيبقى، لأ ده مخزن واحد، دي الاريا، ده السكاتر، لا مش تنفع الستوك. ما انت بتقعد تبص على، بس دي الصراحة اول مرة اقابل اللقطة دي، ان انا ببقى عايز اعملها 15 منتج، 15 9، ما للاسف مش هتبقى فيه غير دي. طب بصوا اقول لكم على حاجه كويسه قوي، احنا ممكن نعملها، نعكس الموضوع ده، عشان لو هنيجي نعمل الموضوع اللي هو بتاع الرسم، يبقى نخلي دي كده ونخلي دي كده. هنشوف دلوقتي دي هنعملها ازاي في الانسيرت لما نيجي نعملها كبيفوت تشارت. ايوه كده كده، لحد ما كده اتظبطت شويه. بصوا يا شباب، نعم غيرت اتفضل، غيرت الترتيب بتاع ال غيرت الترتيب. بصوا بقى، بصوا لو تلاحظوا بقى هنا، لما غيرت الترتيب بصوا ايه اللي حصل. بصوا ثواني كده، نعملها، خليها بالمنظر، ما انت لازم، ما بص ما تبقاش غير كده، بصوا خليها بالمنظر ده كده. بصوا كده لحظة، بصوا كده اوريكم بس حاجة كده عشان ممكن تفيدكم في الشغل. بص لا 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 ارجع، بصوا لو تلاحظوا هو قسم المخازن، مخزن واحد بقى قدامه الحاجة بتاعته، ومخزن اتنين بقى قدامه الحاجة بتاعته، ومخزن تلاتة بقى قدامه الحاجة بتاعته، ومخزن أربعة بقى قدامه الحاجة بتاعته. لما نيجي نعمل ديزاين ونحط كده للتشارت ونعمل داتا ليبل، أي خليها أوتسايد. بصوا لو تلاحظوا بقى عمل إيه بقى، قال لي إن مخزن واحد بايع تلات منتجات، تلات أسامي منتجات، يعني لما تيجي تقف عليها اللي هو كذا منتج، تلات منتجات أهو، ومخزن اتنين في عنده أسامي الأربع منتجات، أو لأ ده خمس منتجات كمان، ومخزن ثلاثة هكذا. بصوا الشكل ده ما بيبقاش متناول في شكل التشارت، يعني بس عملتها، بس لما جيت ونفذتها في التشارت او رسم بياني، ما بيبقاش ده الشكل اللي احنا بنبقى عايزين نمشي عليه. فتلاقي اغلبيه الوقت بنمشي على حاجتين جنب بعض، يعني مش حاجتين فيها اللي هي ايه، حاجتين جنب بعض اللي هي زي دي كده، اللي هو عمود زي ده وعمود زي ده جنبيه، لكن اللي هي بتبقى فيها تفاصيل كتير زي دي من الافضل ليها ان هي تتقسم على شكل ال اسمه ايه ده؟ البار اللي هو بيفت تيبل، فاهمين قصدي ايه؟ علشان الشكل ده مش بيبقى مفيد قوي، يعني بصوا انتوا هتوهوا هنا، لان هنا فيها توهان فعلا. يعني انا حتى عمال ابص حتى على حاجه اسمها اغير مثلا اي حاجه مثلا في التشارت، مفيش، يعني الدنيا فعلا فعلا متلخبطه شويه. فمن الافضل ان احنا دي نخليها اللي هي تبقى كده، كده تبقى افضل حاجه. طب تعالى مثلا نعملها مثلا بطريقه تانية، مثلا نطلع مثلا نتائج تانية. تعالى نمسح دورك كده لحظه، انا كده بس عرفتكم الحته دي، انا امسح دي كده، ونعمل مثلا ايه، مبيعات مثلا على حسب رقم البياع، البياع مثلا باع قد ايه فلوس، باع قد ايه قصدي فلوس. هنعمل انسرت بيفوت تشارت، تمام كده يا شباب، انسرت بيفوت تشارت اكزيست، وهنيجي هنا اهي كده، فين هنقول له رقم البياع اهو، وباع قد ايه كقيمه فاتوره، تمام. ونعمل كده انسرت سورت اللي هو من اعلى لاكبر، ونخلي دي ايه فيها فصلات اهي، تمام. فعشان دي نعملها انسرت، هنعملها ازاي؟ هنعمل انسرت بيفوت تشارت، دي بتبقى اكتر حاجه ممكن تعملها تشارت زي دي، او ممكن تعملها باي تشارت زي دي، بس انا شايف ان هي، او بار تشارت كمان زي دي، بس انا شايف ان هي تشارت زي دي مثلا اللي هي تبقى اهي، اي انا شايف ان هي عاديه اهي،
ان هي فصل كده اهو، انتوا معايا كده يا شباب؟ الو، الو، انتوا معايا؟ ماشي يلا بينا. بصوا لما احنا دوسنا هنا على، تمام، لما احنا دوسنا هنا وجبنا اللي هو اسامي، قصدي على حسب، قصدي بيع البياع اهو، تمام، فطلع لنا الداتا دي. فممكن مثلا نعملها مثلا كديزاين اهو، نيجي مثلا عند نخليها مثلا باللون الاسود، مثلا نخليها باللون الاسود، ونشيل التوتال دي، ونشيل اللي هي الكلام ده، ونعمل هايد لقيمة الفاتورة، ونعمل هايد برضو لهنا، يبقى بحيث ان الشيت كله يبقى فاضي. وهنا نجيب ايه؟ مبيعات اهو، طب مين اللي كان بيقترح عليا؟ مبيعات برقم البائع او بالبائع، تمام اهو. ونيجي هنا نعمل بقى داتا ليبل اللي هو دي اد داتا ليبل، ونخليها في الاوتسايد وكده. بالمنظر ده يبقى شكله الى حد ما كده مقبول. ونعمل كده نكبر الداتا ليبل دي شويه، ونكبر دي كمان برضو عشان تبقى ظاهره برضو اهي، تمام. طب نعمل حاجه تانية عشان تبقى اخيره. نجيب مثلا ايه تاني؟ احنا جبنا هنا المنتج، نجيب بقى المخزن بس كده. يبقى نجيب كم مخزن فيه كم قطعة. insert pivot table exist، نحطها هنا كده، نحط الحاجة دي هنا كده اهو. نجيب كم مخزن، فين مخزن المنتج، وباع كم قطع، عدد قطع، ونعمل insert large to smallest، ونكبر قصدي ونعمل له نفصله قصدي فصلات اهي، وبعد كده ايه نعملها من دي. تعالوا بس كده نخلي الحته دي هنا كده، او نخليها هنا كده اهو، نخليها هنا، ونخلي المخزن ده insert pivot chart، ونخليه مثلا بالباي chart، نخليه مثلا هنا كده، انا عايز اخليه هنا كده، هقول لكم ليه دلوقتي. وهنشيل دي، وهنشيل نعمل هايد لدي، ونكتب هنا عدد القطع لكل مخزن. طب حد فاكر احنا عملنا في دي ايه؟ معايا؟ حد معايا؟ ان احنا كانت دي قرعه، فنحط لها اد ليبل ديزاين، اد داتا ليبل، ونحطها مثلا بيست فيت اهي. ونيجي هنا ندوس على الداتا ليبل، هتظهر لي هنا اسمها حاجه اسمها ليبل اوبشن، ونختار حاجه اسمها كاتيجوري نيم، لو تفتكروا كاتيجوري نيم، والبرسنتج، ونعملها في نيو لاين علشان تبقى متقسمه على طول كده، وخلاص كده. ونخلي الكلام باللون الاسود علشان يكون ظاهر وكبير، تمام كده يا شباب اهو. ونخليها ليبل اوبشن، ونخليها اوتسايد ولا انسايد ان سنتر، نخليها، لا نخليها انسايد اند بس كده، تمام كده يا شباب. ونكبر الكلام ده كده شويه بس كده. دلوقتي بقى يبقى عندنا حاجه انا عايز اقولها لكم، سامعيني كده يا شباب كويس؟ بصوا يا شباب، دلوقتي احنا عملنا الشكل ده، تعالوا بقى احنا خلاص عملنا الشكل ده كده خلاص، تعالوا بقى نعمل بقى شكل كده احترافي شويه. شايفين الجريد لاين دي، حاجه اسمها جريد لاين، شايفين المربعات دي، شايفين المربعات اللي انا ببص عليها كده دي؟ الو انتوا سامعيني؟ يعني النت بيقطع، اصل انتوا عارفين ليه انا بسال السؤال ده؟ عشان لو النت ايوه بيقطع ولا سامعيني حاجه ببقى نعم سامعيني، تمام ايوه سامعيني حاضر. الجريد لاين دي شايفين كلمه فيو، ريفيو قصدي دي، لا فيو، فيو فيو، شايفين كلمة فيو دي؟ في حاجة اسمها جريد لاينز، جريد لاينز، لما أجي أدوس على دي كده اختفت الجريد لاين، فاهمين قصدي إيه؟
بقت شكلها فاضي، ما بقاش فيها المربعات اللي بتظهر دي. ممكن بقى نروح عاملين هنا كده ونعملها مثلا بشكل مثلا وليكن زي ده كده، ان هو يبقى فيه نوع من انواع ان احنا في خلفية في ظهرنا كده، يعني مش بيضة زي الصور البيضة اللي موجودة معانا هنا، تمام؟ فكده هيبقى في فرق بس وحيد، ان احنا عايزين نعرف نفلتر. لو انا مثلا عايز اجيب مثلا المنتج رقم 4، عايز اعرف اتباع قد ايه منه من البياع 1 و2 و3، واتباع قد ايه منه من المخازن. فطبعا انا مش عارف فلتر. لو جيت فلترت مثلا كده على المنتج رقم 4، 4 اهو، دوست اوكي، هو فلتر لي على دي بس، انا عايزه يفلتر لي على كل حاجه، فاهمين قصدي ايه؟ فهنا بقى يجي وظيفه ايه بقى، لما تيجي تدوس على اي حاجه في كلمه بيفت تيبل، في حاجه اسمها بيفت تيبل انالايز، في حاجه اسمها انسرت سلايسر اهي. ونيجي هنا بقى نجيب اسم المنتج، مخزن المنتج، ورقم البياع، وندوس انتر، وظهر لي ثلاث انواع من الجداول الصغيره اهي واهي واهي. طب ده ايه؟ ده الفلتر، حاجه اسمها سلايسر يعني فلتر. طب انا عايز اربط الثلاثه دول ببعض، في حاجه اسمها ندوس عليها هنا، في حاجه اسمها سلايسر، حاجه اسمها ريبورت كونكشن، تدوس عليها 3 مرات اهي وتدوس على ده، عشان انت اما 3 جداول فانت لازم تربط الـ3 جداول ببعض. انتر، دوس على دي، دوس 3 جداول ببعض. واخر بقى حاجه خالص بقى، نروح خافيين الكلام ده كله، نروح عاملين هنا كده، نقف على العمود ده كده كله، كليك يمين، هايد هايد، بس كده. كده بقى الشكل بتاعنا النهائي اللي احنا عايزين نظهره. انتوا معايا يا شباب؟ ايوه. بصوا بقى يا شباب، بقى انا عملت ايه؟ بصوا، لما اجي ادوس على كلمه منتج 4، انا عايز منتج 4 اللي احنا كنا بندور عليه، ركزوا كده ايه اللي هيحصل. خدتوا بالكم من دي؟ منتج 4 اتباع منه 386 قطعه من مخزن واحد، واللي باعه البياع رقم 1 باع منه كذا، والبياع رقم 2 التلاته باع منه كذا، والبياع رقم 2 باع منه كذا. طب انا عايز اعرف منتج 14، منتج 14 165 قطعه من مخزن 2، البياع رقم 1 عمل منه كده، التلاته عمل منه كذا، عمل كذا. طب انا عايز اعرف البياع رقم 1 باع ايه. بصوا، باع 148 قطعه من المنتج 4، وهو باع قسم 153,000 جنيه، ودي المخازن اللي باع منها. طب انا عايز اعرف مخزن واحد، مخزن واحد اتباع منه منتج 4 ومنتج 9 ومنتج 15، واتباع منه منتج 1 و2 و3، ومنتج ومخزن واحد ده باع منه 855 قطعة. حد فاهم حاجة؟ حد فاهم اللي انا عملته ولا لا؟ شباب، طب افك الفلتر كده لو انتوا سامعيني. بصوا يا شباب، انا يعتبر خلصت. انتوا معايا؟ ايوه انتوا معايا صح؟ بصوا، انا يعتبر كده خلصت، بس انا حبيت ان انا اوريكم ازاي تعمل تشارت. التشارت دي مع الوقت بتاخد منك حوالي 10 دقايق او اقل من 10 دقايق انك تعرف تعمل المنظر ده، وتزود بقى تشارتات كتير، بس الفكره انك تربط التشارت دي كلها بالسلايسر، حاجه اسمها سلايسر. السلايسر ده وظيفته ان انت لما انت بتيجي تفلتر، دي نوع الفلتره بتاعتك. يعني مثلا وليكن انا عايز افلتر ما بين مخزن 1 ومخزن 4، يبقى اعمل كده، مخزن واحد، او فكك دي كده، مخزن واحد ومخزن 4. بصوا ايه اللي حصل، عمل لي مقارنه، مخزن واحد باع قد ايه ومخزن 4 باع قد ايه، ودي المنتجات او القطع اللي اتباعت في كل في المخزنين دول، ودي الناس باعت قد ايه بالفلوس دي. فاهمين قصدي ايه؟ اللي هو انت بتعرف تعمل فلتره. وطبعا لما تيجي تشرح لمديرك مثلا ولا حاجه، بيبقى بالمنظر ده كده، اللي انت بتشرح له يقول لك مثلا، طب انا عايز اعرف مثلا المنتجات الاعلى مثلا، تقول له مثلا اعلى منتج مثلا منتج 4 ومنتج 2. فلما تيجي تختار منتج 4 وتختار منتج 2، تلاقي المنظر ده اللي بيظهر. فاهمين قصدي يا شباب؟ طب معلش حضرتك، ممكن بس تقول تاني ازاي احطهم في بعض؟ يعني اعملها ازاي؟ تاني كده، قولي لي كده تاني. ازاي بس ان انا اربطها تاني ببعض؟ يعني ازاي؟ طب بصي يعني حضرتك، بصي انا فهمتك. بصي، احنا في الاول خالص، تعالي، لا مش ينفع بقى، انت عامل فوق كده الفلتر ده كده،
قصدي نعمل قصدي انهايد. بصوا يا شباب، ده احنا هنمسح كل السلايسر اهي، انا مسحتهم ديليت اهو، تمام اهو. دي البيفوت تيبل اللي احنا كنا بنشتغل من عليها، صح يا بسمه؟ خليكي معايا بس لحظه. تمام صح. صح؟ اول ما تدوسي على كلمه بيفوت تيبل في حاجه اسمها بيفوت تيبل انالايز ظهرت، تمام؟ تمام تمام؟ اول ما تدوس عليها هتلاقي في حاجه اسمها سلايسر، انسرت سلايسر اهي. تمام. هندوس عليها. بيقول لي السلايسر دي بيجيب لي كل المنتجات اللي موجوده هنا يا اسماء. بيجيب لي كل حاجه، رقم الفاتوره، رقم البياع، اسم المنتج اللي انت عايز تختاريه. فانا اخترت ايه؟ اخترت رقم البياع، واخترت اسم المنتج، واخترت المخزن. تمام. وندوست انتر، اوكي. فظهر لي الثلاث جداول دولت. الثلاث جداول الصغيرين دولت، خدتي بالك من دولت؟ ايوه. يبقى انا احط مثلا ايه؟ يبقى احط مثلا رقم البياع اهو، انا بحطهم هنا على الجنب كده عشان نبقى عارفين نفلتر على ايه اهو، واحط مخزن المنتج اهو تحتيه، واحط اسم المنتج جنبيه اهو. تمام كده يا اسماء؟ كده كمان كده قصدي يا اسماء؟ ايوه تمام. تمام. لما اجي ادوس على كلمه سلايسر دي فيها هتلاقي حاجه اسمها كونكشن، كونكشن ريبورت كونكشن اهو. فبقول له اربطهم لي بالاثنين الباقيين دولت. فبعمل كده وكده وادوس انتر. واجي هنا هتلاقي سلايسر في حاجه اسمها ريبورت كونكشن، اقول له اربطهم لي بده وده. اهو اهو. ادوس اوكي. وده كمان اربطه بده وده. وادوس اوكي. تمام كده؟ تمام كده يا بسمه؟ ايوه تمام. تمام؟ فانا بقى عشان الشكل الجمالي فانا بروح ايه قايلي طب اخفي دولت بقى، اروح واقف على دولت كده هايد عشان يبقى المنظر الجمالي ده. طب انا عايز افلتر على ده كده، هيظهر لي كل دول. طب انا عايز افلتر على منتج واحد اهو. طب انا عايز افلتر على منتج 13، طب منتج 4، وهكذا. ونفك الفلتر بدولك كده. فهمتي كده يا بسمه؟ ايوه طيب. حد كده يا جماعه مش فاهم حاجه؟ يعني هل الموضوع ده كده مفيد بالنسبه لكم؟ السلام عليكم. اخر بقى حاجه بقى خالص كنت انا عايز احب اشرحها لكم، يعني في حاجه هنا اسمها تايم لاين. دي بصراحه انا بقالي كتير ما استخدمتهاش فمش فاكرها قوي. في حاجه ادوس هنا كده، فمن ضمن البيفوت اناليز في حاجه اسمها انسرت سلايسر، في حاجه اسمها انسرت تايم لاين. تايم لاين ده هو قراها لي ان هي تاريخ البيع، لانه تايم لاين تايم، لانه هو بيقرا التواريخ بس. اي وادوس اوكي. تمام. ونخفي دي كده تاني اهو، ونخلي التايم لاين ده هنا. بص التايم لاين بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت عايزه باليرز ولا بالكوارتر ولا بالمنصب؟ اقول له عايز بالدي، عشان هو كان كله، كان كل اللي موجودين هنا كده كان كلهم في شهر كان كلهم في شهر 12 متهيألي اهو. ديتا كان كلهم في شهر 12. تمام؟ وهنيجي هنا كده مثلا، لما اجي اختار مثلا شهر يوم 7 هيعملها لي اهي، يوم 20 وهكذا. ونيجي نقف هنا في التايم لاين في حاجه اسمها ريبورت كونكشن، واقول له اربطهم لي بده كله اهو. لما اجي اختار مثلا هنا يوم 20، هو احنا اخرنا كان يوم ايه؟ احنا هو الراجل ده مختار يوم ايه؟ 2019. من اول امتى لامتى؟ من 3 ديسمبر. انا ما اعرفش ايه يعني، لو اخترت كده مثلا يوم زي يوم، لا انا عايز ديسمبر 2019. ايوه هنا كده، ايوه اهو. لو تلاحظوا ديسمبر 2019 اهي، ما هو كل المبيعات اتباعت في ديسمبر 2019 اهو. يبقى اختار يوم 13، بصوا اهو، يوم 14، يوم 16، وهكذا. ده اسمه تايم لاين يا جماعه، بس كده. فانا حبيت ان انا يعني اشرح لكم حاجه اسمها سلايسر، وفي حاجه اسمها تايم لاين اهي، عشان تدوروا عليها لو انتوا عايزين تدوروا عليها. سلايسر وتايم لاين، بس كده. تمام كده يا شباب؟ انا كده خلصت معاكم الاربع سيشنز، الفور سيشن بتاعت الاكسل. واتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا شويه من الاكسل، وان شاء الله يعني تنفذوها في شغلكم. ولو في اي حاجه اتمنى ما حدش يخرج من الجروب، لان بعد فتره كده ممكن لو ناس عندك مشكله مثلا، او في اي مشكله قابلتك في الاكسل، دور بكلمه اكسل في الجروبات عندك او في الواتساب عندك، هتلاقيني انا ما بخرجش من اي جروب، تسالني وان شاء الله اكون موجود. انا بحب ان انا اساعد الناس وبحب الاكسل، وان شاء الله ان شاء الله اقدر افيدكم باي حاجه. ماشي يا شباب.
شكرا، تحت أضيف امركم عليه يا جماعه، جدا. تحت امركم. انا كده مبسوط، وان شاء الله ان شاء الله شكرا ابعت جدا. لكم المحاضرات يوم بكره او بعده باذن الله، هبعتها لكم على الجروب باذن الله. ماشي يا شباب، إن شاء الله. شكرا جدا لكم يا شباب، شكرا جدا لكم، مع السلامه.